السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفة ديال الرز بالدجاج. الاسم ديالو كيسموه في السعودية افندي. الرز هذا سميتو افندي. مرحبا بكم، غادي تشوفوا معايا كيفاش كيطيب الرز افندي. سمحوا لي ماذا ما قلتش في الاول المقادير اللي درت، ولكن ماشي مشكله نقول لكم. درت الماء في الكوكوت ديالي، درت فيها بصله مشلضه، درت ورقه سيدنا موسى، درت حبات خيزو، درت ربطه ديال القبطه ديال المعدنوس، درت القزبر حبوب راكم كتشوفوه، درت سكينجبير حتى هو درته خضر، درت غير قطعته ودرته، درت قرفه حتى هي درتها عويدات، درت فيه الثومه. انا زدتلو على الوصفه العاديه، زدتلو الثومه من عندي من حيت كنحب الثومه. درت حبه ديال الفلفل مقطعه، شنو درت حاجه اخرى، درت فيه حبه ديال بسيبيسه من حيت مجهده، بسيبيسه ولا قعقله كل واحد كيفاش كيقول لها. شنو درت حاجه اخرى، درت فيها عود الجغاف، ما عرفتش شنو الاسم ديالو بالعربيه، حتى انا تنفكر الاسم ديالو نقول لكم. المهم هذا هو كيقولوا له قرنفل بالعربيه، كود جيغاف فرونسي، فوالا. المهم بعد ما غلات هكا انا جبت الدجاج ديالي، بحكم غير انا والزوج ديالي اللي غادي نتعشاو. ابا هذا راني فقلت نديرو هكا وهي كتغلي، هكا كتغلي، وغندير فيها الدجاج ديالي وغادي نخليه يتسلق، ونتلاقاو من بعد نشوفو الرز كي غنديرو له. المهم بعد ما الكوكوت ديالي طفيت عليها غادي نشوفو هادشي هذا كيجي كيبان. بسم الله، فوالا دابا تسلق، فوالا دابا غادي نصفيه. من بعد ما صفيتو هو هذا مقلي، دابا ندخلو الفران باش يتحمر. من بعد ما صفيت الماء ديال الدجاج، يعني حيت منو داك الشيء اللي كان فيه كاع داك القزبر وداك الشيء، دابا غادي ندير الرز. الرز هو هذا، فوالا ما درت لا زيت لا والو، من غير الملحه والتوابل. ودابا درت الرز ديريكت، يعني ما غاديش نحتاج نزيد شي حاجه فيه، غنخليه نقصلو ونخليه يطيب شويه عليه، يعني غادي ياخذ راحته في الطياب. ما غاديش ندير لا دابا لا زيت لا حتى شي حاجه، غير داك لاصوص ديال الدجاج. الا غادي تشوفوا راه كاين شي حاجه كدور فوق من الماء، هذاك غير لي دام ديال الدجاج هو اللي درت. المهم نشوفوه من بعد لما يطيب كي غيجي. دابا غادي نبقى مره نحركو شويه بشويه، مي غادي نقصلو الغاز. سمحوا لي لخويت بهذيك الطريقه، حيت يد شاده بها التليفون ما عنديش كي ندير، يعني مازال ما دايرين حتى شي حاجه من غير التليفون هو اللي راني كنصور به. المهم نخليها حتى تغلي. دابا غادي نمشي باش ندير البيض يتسلق. انا درت شويه ديال الابزار، يعني خصني نزيد القوام، نزيد كل داكشي اللي درت منه قبيله غنزيد منه شويه شويه. من بعد غندير شويه ديال الخرقوم، هذا باش نخلط الدجاج اللي راه تسلق باش غندخلو الفران. غندير شويه ماشي بزاف ديال القرفه، شويه ماشي بزاف، قلت درت سكينجبير، درت الخرقوم، درت القرفه، غندير شويه سكينجبير. سكينجبير خلاص غندير العكس ديال داكشي ديال القبيلاتين، يعني هادشي دابا كنديرو مطحون. فوالا غادي ندير شويه ديال الزعفران شعرة، ندير غير واحد شويه،
نديرو نطحن هكذا من بين يدي. غندير شويه ديال الملحه ماشي بزاف حيت ديجا راني دايره الملحه شويه ماشي بزاف. غندير شويه ديال الزيت ولا غير باش غادي ندهن داك الدجاج بحكم ماشي ما عندي حتى شي واحد غير حنا بيناتنا. داك الشيء كنظن كافي ديال الدجاج غير العشاء خفيف. ولا هذا الشيء هذا غير باش غادي ندور فيه هذاك الدجاج باش غندخلو الفران ماشي بزاف بيد ما يتسلق الرز. غادي نخليهم يشربوا شويه هاد التوابل هذا من بعد غادي نجبد لاطا وندخلو الفران باش يتحمر. هو ديجا اصلا راه طايب يعني انا درت له غير باش ما يتحرقش ويجي ناشف. درت له شويه ديال الزيت وهاد التوابل اللي دخلوا فيه وصافي نتلاقاو من بعد باش نشوفو الرز كي غيجينا. من بعد ما كنقشرو البصله وكنقليوها على الطريقه كتجي مقليه هكا كتجي هكا مقرمله كتولي مقرمله. قشرنا طيبنا البيض سلقنا البيض وقشرناه ومن بعد كنقشرو البصله ونقطعوها ونلويوها في لافاريل في الطحين وكنقليوها في الزيت بحال اللي كنقليو يعني بحال اي حاجه كتقلى يعني في الزيت هكا. المهم هذا هو الرز هذه هي النهايه ديال الرز ديالنا فندي. هذا هو يا فندي. المهم البصله اللي حنايا قليناها جات هكا كنديروها راه جات مقرمله جايه زوينه بزاف بزاف عاد. ونتمنى ديروه ويعجبكم. بصراحه لا غوسيت سعوديه ديال السعودة وانا عجبتني وبغيت نوري لكم كيفاش كتجي جايه زوينه بزاف. من بعد غندير الجويجات اللي درنا. انا ما دايراش بزاف بحكم ما عندناش العيال بزاف كيما كنقلقوا ما عندناش بزاف ديال العيال غير انا والزوج ديالي. هذا علاش من بعد هذا راه اللوز مقلي يعني مسلوق مسلوق وقليته مهم. نتمنى تجربوه وتردوا عليا. المهم كيجي هذه الطريقه هكا. هذا هو الرز افندي. زوين زوين كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. هذا علاش فضلت نشارك معكم به. ايوا نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. اكلة شهية زوينة بصحة وراحة. انا دابا وصلت للاخر صافي. هذه ما غاديش نزيد فوقه حتى شي حاجه بصراحه كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى يعجبكم وتجربوه في داركم وتردوا عليا. بصراحه سمحوا لي عندي الضو شويه قليل في الكوزينه. بصراحه كيجي زوين رائع
من غير الرز اللي كنعرفو العادي اللي كنديرو حنايا. هذا راه الا تشوفوا تلاحظوا معايا البصله كتجي فيها واحد التكرميله، كتجي زويونه بزاف. واللي عجبو لي فيديو ما تنساو تشاركوني في القناه ديالي، هي يا ملك باري. وان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وشكرا لكم بزاف، شجعوني مره ندير لكم هكا ومره هكا. اليوم فضلت نشارككم معايا في هذه لاغوسيط هذه زوينه، نقول لكم بصحة وراحه والملاقيه في الفيديو اخر ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.